بغداد، والشكر موصول للمصور محمد العزاوي. منور 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 حياتي يا قمر دنياتي حبيت عمري قلبي روحي منور أغاتي. الأحلام العراقية بتحقيق أغلى الألقاب وتكرار أهم الإنجازات عام 2007 تعود للواجهة، خاصة بعد الأداء المتصاعد للمنتخب العراقي منذ مواجهة الكويت في أول مهمة للمدرب السلوفيني كاتانيتش، ثم المشاركة في البطولة الرباعية أمام الأرجنتين والسعودية. يوم الوحدة التدريبية الأخيرة قبل ملاقاة بوليفيا يوم غد، كل اللاعبين بيتم الجاهزية، المعنويات عالية جدا بالتدريبات، كل اللاعبين يريدون يشتركون بالمباراة، وهذا يعطي انطباع جيد انه كل اللاعبين عندهم الرغبه والحماس انه يقدمون افضل ما عندهم. الاخبار داخل المعسكر التدريبي الذي يقوده السلوفيني كاتانيتش تبشر بخير حسب وصف المتابعين والشارع الرياضي. كاتانيتش صدم بخبر اصابه نجمه جاستن ميرام المحترف في الدوري الامريكي بكاحله، الامر الذي دعاه الى التدخل الجراحي. العمليه تبعد ميرام عن البطوله الاسيويه، والمصادر تؤكد قرب البديل بين الثنائي علاء عبد الزهره وحماد أحمد. لاعب جسمي لاعب جيد جدا وعلى مستوى عالي، لكن أكيد الساحة العراقية لن تخلو من المواهب ومن لاعبي الهجوم، ممكن يعوضها بلاعبي الخبرة حمادي أحمد كأفضل لاعب في كأس الاتحاد الآسيوي، أو اللاعب على عبد الزهر اللاعب الخبرة اللاعب الدولي، وأيضا حتى باللاعب الشاب على عباس، أعتقد مجموعة رائعة من اللاعبين. التشكيلة المتوقعة والتي سيعتمد عليها الكادر الفني في مواجهة بوليفيا تبدأ عند الحارس محمد قاصد، الرباعي الدفاعي علي عدنان وعلي فائز وريبن سلاقة ووليد سالم، خط الوسط أمجد عطوان بروانوري أحمد ياسين وعلي حصني، المقدمة مهند عبد الرحيم ومهند علي. المنتخب الوطني العراقي يمر بمرحلة انتقالية خلال هذه الفترة، وجل لاعبيه من اللاعبين الشباب يجب أن يثبت حضورهم في هذه البطولة. الجاهزية البوليفية في مواجهة الأسود تبدو مرتفعة، خاصة بعد التعادل السلبي أمام المنتخب الإماراتي، المباراة التي كشفت الكثير من الخطوط لمدرب العراق المعتمد بشكل واضح على ثلاثيه مهند علي وأحمد ياسين وعلي عدنان. كل لاعبين جاهزين على تم الجاهزية، يا رب إن شاء الله نقدم بها مستوى يليق بينا إحنا كلاعبين، ويا رب التوفيق للجميع إن شاء الله. خلال هذه الأيام من التمرينات المكثفة صباحية ومسائية، أنا أعتقد أنه يعني مستوى الرضا والقبول عند المدرب عن اللاعبين ارتفع بدرجات كبيرة. الاتحاد العراقي وفر مباراتين أمام فلسطين وعمان للوصول إلى الاستعداد الأمثل، والأخبار أكدت إلغاء مواجهة عمان الودية وكشفت عن مفاتحة المنتخب الأسترالي للتعويض. فهل يعود رفاق علي عدنان بالإنجاز الأكبر عام 2007؟ حسين الطائي، صدى الملعب.